وانطلقت الآن الجياد في شوطها الأول على جائزة عبيد بن صالح بن مشخص عويبيل يرحمه الله من أهالي الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط لجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمر الأربع سنوات فأكثر والتي كسبت من سباق وحتى ثلاثة سباقات. ويقام هذا الشوط على مسافة 2400 متر قيمة الجائزة 44 ألف ريال وبمشاركة فتاك وإشراقة ومبلش وأسفرة وبهران وناير والمداوي ومزهاف وسنجارة وإشراقة. المرشح الأولى تتصدر بهران في المركز الثاني ومتابعة من ببلش في المركز الثالث فتاك في المركز الرابع والمركز الخامس لأسفرت في هذه اللحظات. محاولات أيضا من ناير في المركز الخامس والصدارة لإشراقة في المركز الأول بهران في المركز الثاني ومبلش في المركز الثالث فتاك في المركز الرابع وأيضا ناير من الخارج يحاول أن يتقدم مع أيضا محاولات المداوي وأيضا سنجارة. والصدارة لإشراقة في هذا الشوط في منتصف الشوط المسافة 2400 متر وإشراقة ما شاء الله متصدرة في المركز الأول بهران في المركز الثاني ومبلش في المركز الثالث فتاك في المركز الرابع وناير في المركز الخامس سنجارة في المركز السادس. والصدارة في هذه الأثناء لإشراقة كما تتابعون مبلش الآن تقدم للمركز الثاني على حساب بهران في المركز الثالث وفتاك يقترب الآن لأخذ المركز الثالث على ما يبدو مع اقتراب الجياد من المنعطف الأخير. شوط هادئ حتى الآن والصدارة لإشراقة ما شاء الله في المركز الأول آخر 400 متر إشراقة المركز الأول ومبلش في المركز الثاني وبهران المركز الثالث فتاك المركز الرابع وناير في المركز الخامس وإشراقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله بكل راحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في المركز الأول وكما هو متوقع. إذا تصل إشراقة إلى خط نهاية معلنة فوزها بالمركز الأول ألف مبروك. مبلش المركز الثاني وبهران المركز الثالث ورقم 9 مزهاف في المركز الرابع.